ورجعنا، اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية بعد بقى ما اخذنا استراحتنا. نبدا بقى مع ضيفتي اللي مشرفاني ومنوراني بجد، دكتور دينا ابو سعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال. اهلا بيكي دندنتي. اهلا بيكي. والنهارده موضوعنا لكل الناس طبعا، صح كده؟ طبعا. الكسل والخمول وكل الاعمار، وكل الاعمار حتى الاولاد الصغيرين. والصداع شباب. المستمر. انا يعني ده انا عندي سؤال شخصي، لان انا عندي ابني صغير طول الوقت بيشتكي من الصداع. فعايزه اعرف بقى، قولنا بقى يعني ايه فعلا مفيش طاقه نعمل اي حاجه، ما عندناش مثلا حاسين بتعب خمول على طول، حاسه ان انا عايزه انام، انا قادره اقوم بس مش قادره اعمل اي مجهود. يعني المجهود ده مضايقني. طبعا الشكوى دي بالذات بقت بنسمعها كتير جدا من اعمار مختلفه، طبعا سواء شباب او بنات او كده. انا مش عارفه الشكوى دي ممكن نعمل فيها ايه، يعني ايه موضوع اداره الطاقه ده؟ موضوع مهم قوي. كلنا عايزين نعرف ندير نشاطنا اليومي ونعرف ندير طاقتنا اليومية، سواء رجال أو إحنا كستات. مشكلة أنك أنت بتصحي من النوم ما بتعرفيش تعملي النشاط بتاعك اليومي، أو بتبدأي فيه وتيجي في النص ما بتعرفيش تكملي النشاط للآخر. ده ليه أسباب كتيرة قوي. اولا عندي اسباب مرضيه للخمول والكسل، ده مش هنخش فيها يعني. مش هتكلم انا على لا، لو حاجه مزمنه او حاجه بتضطرنا لده خلاص. بالظبط. يعني لو هتكلم بشائع، امراض الكلى، امراض الكبد، امراض القلب، امراض الغده الدرقيه، كل ده بيؤدي لكسل. هتكلم بقى على الطبيعي اللي زينا، الطبيعي اللي ما عندوش اي حاجه وبرده حاسس بكسل. حاجات كتيرة جدا. أولا النوم المتقطع. ما ينفعش أقلب نومي بالليل ليل، ليل نهار ونهار ليل. الليل ده للنوم، مهم قوي ان انا اعرف انام ايه. اروح فين دلوقتي؟ انا مكسوفه جدا. انا بعمل زيك يا عظيمه، يا نهار ابيض بعمل زيك، بس بحاول ان انا احاول 12 ابقى نايمه في السرير خلاص. انت عارفه ان انا عرفت ان انا بسال حاجه بس بسيطه كده، انه الوزن بيثبت اذا انت ما نمتيش في وقتك بالليل وصحيتي زي الناس الصبح. طبعا الوزن بيثبت، ما بتعرفيش تنزلي. التمثيل الغذائي كلها بتبوظ. يا نهار ابيض. بالليل الليل لما بتيجي تنامي بيحصل ديتوكسيفيكيشن، الجسم بيطرد السموم والكبد بيتنظف وحاجات كتيره جدا. سبحان الله، ربنا ما عملناش حاجه وحشه أبداً. ابدا. الليل يعني نوم، يعني راحه. في ناس ما بيقلبوا ده في ده وده في ده. والاكل بالليل ما ينفعش اخد الوجبه الرئيسيه بتاعتي بالليل وانام. لا انا الحمد لله ما بعملش كده. يعني دي في كتير بيعملوا ده. ده ما ينفعش. كثره الاكثار في الكافيين، ما بقولش ان احنا الكافيين بيعمل نشاط. انا ممكن أوكي. اسيب الحلقه واروح عشان انا بعمل حاجات كتير غلط. لا مش معقوله تكوني بتشربي 5-6 قهوه في اليوم. بشرب يوميا يعني، سواء اعتزال كده. كله بتقولي انك تعبانه، ما بنامش، ما بحسش بالارهاق طول الوقت. انا بشرب 2 كافي في اليوم، انا بالنسبه لي ده كفايه وبيعمل نشاط. لكن اكتر من كده الاكسس كافيين بيعمل ضربات قلب وبيعمل مشاكل في ضغط الدم، بيزود ضربات القلب طبعا. فعلا صحيح. فناخد بالنا من ده. عدم شرب الميه وتعرض الجسم للجفاف اكيد. وهرجع اقول نقص الفيتامينات والمعادن من العوامل الاساسيه اللي بتخلي عندنا كسل وخمول وتعب، ما دام ما عنديش مرض مزمن يؤدي الى ذلك. طب اتفادى بقى ده، اتفاداه بقى ان انا لما اجي اخد مثلا مكمل غذائي. انا بقى خلاص الحمد لله عرفت ان انا ما عنديش حاجه، ودلوقتي انا اكتشفت ان ده نقص في الفيتامينز. خلاص مع عاداتي السيئه ان انا اعدلها. صح. طيب ايه بقى اختار بناء على ايه اختار انا المكمل الغذائي؟ ما انا بشوف ملايين الانواع في السوق، في الصيدليه. في الصيدليات لازم اختار مكمل غذائي يحتوي على عائله فيتامين ب الكامله. بس ما فيش يعني مكمل، معلش، حتى اللي احنا عارفينه مستوردين ما فيهمش كل مجموعه فيتامين ب كامله. نزل في الماركت وفي الصيدليات الف مالتي فيت، اللي بيميزه عن منتجات كتيره جدا لانه يحتوي على مجموعه فيتامين ب الكامله. ايه هي مجموعه فيتامين ب الكامله؟ فيتامين بي 1 طبعا. بستاذن الساده المشاهدين يصوروا العلبه عشان لما يروحوا الصيدليه يسالوا عليه، ما عنديش بديل لالف مالتي فيت. الف مالتي فيت ده الشكل، جواه 3 شرايط، كل شريط 10 كبسولات. طبعا موجود في الصيدليات وعندنا رقم الشركه عشان لما نيجي نتكلم في الرقم، لو عايزين يعرفوا الصيدليه القريبه جنب بيتهم اي واحده بيعرفوا يرشحوا لهم الصيدليه. الف مالتي فيت ليه مميزات قويه جدا، غير موضوع كمان التعب والخمول. انا ممكن اقول ان الف مالتي فيت قوي جدا كمناعه،
قوي جدا كمضاد اكسده، قوي جدا كتمثيل غذائي. لان انا على طول بقول لازم ادعم التمثيل الغذائي بتاعي. صحيح. حلو لصحه الضوافر والشعر والبشره. طيب الفيتامينز اهي بقى اللي نازله فيه. بالظبط. مجموعه بقى الفيتامينز دي عباره عن ايه؟ زنك طبعا كلنا عارفين قد ايه الزنك مهم للمناعه، وعشان استعيد نشاطي لازم اعلي مناعتي. يمكن لما بيجي لنا برد مناعه، لما بيجي لنا برد الطاقه عندنا بتقل قوي. صحيح. بتحسي انك مش عايزه تنزلي. صح. وده الصح. يعني ما ينفعش ان انا ترهيق الجسم بقى. ما ينفعش خالص. ما ينفعش انك تعادي مناعتك. المناعه بتسحب كل طاقتك عشان تهاجم البكتيريا او الفيروس. فلازم نقعد في البيت وقت البرد. انا شايفه الزنك هنا نسبه كبيره. معلش برضه عرفينا على على على, على النسب معلش بعد اذنك. أوكي. يا دكتور دينا، عشان بس نبقى عارفين الفروق بين هنا وبين اي مكان تاني فين. اوكي. زنك 23.9 وقصاده النحاس. ليه بقول النحاس؟ النحاس الزنك مش هيشتغل غير لما ياخد نحاس. الزنك ما يعرفش يشتغل لوحده. فاللي بيميز ألب مالتي فيت انه داعم الزنك ومعاه نحاس. كويس. والنسب بتاعته كويسه ولا الزنك عاليه هنا؟ كويسه ومعقوله ان انا استخدمه استخدام يومي كبسوله واحده بس. فيتامين ه اللي هو فيتامين اي. داعم جدا كمضاد اكسده. وداعم ان هو بيعمل على عدم اكسده الدهون الضاره. وداعم لخصوبه المراه بشكل ما. أيوة. لكن ليس له علاقه يعني ليس علاج للعقم. مش معنى ان انا بقول داعم الخصوبه لان هو بينشط لي الدوره الدمويه، فممكن ينشط الدوره الدمويه للمبايض. بس لازم طبعا تروح للدكتور لو هي عندها تاخر في الخلفه. ده لا محال. ده لازم يعني. عليك. بالظبط. فيتامين سي ليه حاجات كتيره جدا. فيتامين سي فيتامين سي ممكن اقول انه داعم للمناعه، ممكن اقول انه بيعلي سرعه امتصاص الحديد. ممكن اقول انه بيعلي او بيعمل على تحفيز انتاج الكولاجين. عندي 500 ملي جرام. عندي فيتامين بي بكل انواعه، فيتامين بي 3، فيتامين الفوليك اسيد. الفوليك اسيد ده لوحده، ده بنجيبه لوحده، عمره ما دخل جوه مكمل غذائي على فكره. الفوليك اسيد اصل انا بصي درستهم كلهم الحقيقه. بصي هو لا غنى عن الفيتامينز طبعا، واحنا كستات على طول بنلجا لفيتامينز على طول. ورجال محتاجينه. احنا محتاجينه. رجال كمان محتاجه نشاط. ما بقاش فيه الحاجات الصحيه اللي بقينا زي زمان بنقدر نعوض في الاكل. الاكل. وبعدين الرجال كتير دلوقتي شغلهم بيحتاج نشاط. صحيح. المهندسين اللي بيقفوا بالساعات والرياضيين بيبذلوا مجهود شاق جدا. ويمكن الرجال اللي بيشتغلوا على العربيات اللي بيقعدوا ساعات طويله جدا جدا سايقين، محتاجين تركيز ومحتاجين نشاط. محتاجين ما يبقاش عندهم كسل عشان يكملوا. الرياضيين على فكره الف مالتي فيت رائع للرياضيين. حقيقي؟ طبعا. لانه بيعلي جدا النشاط. وفيتامين بي بيحول لي الاكل لطاقه. وهم بيحتاجوا فيتامين بي جدا. طبعا. بيحتاجوا لحاجات كتير. للتمثيل الغذائي وللنشاط ولصحه اعصابهم. يمكن الرياضيين بيبقوا عايزين يبنوا عضلات. طبعا العضلات يعني بروتين. طبعا. طبعا. بروتين. طيب انا عشان اشيل اوزان وما احسش ان ايدي الاعصاب تلفه بتتهزش. او تتهز. لازم ادعم بفيتامين بي. وفيتامين بي ما في ملوش اضرار خالص لان هو كمان ووتر سوليبل. مهم للرياضيين زي ما انا قلت البروتين وفيتامين، ومهم ليهم الزنك جدا. والله زنك وفيتامين سي مناعه. طبعا مناعه. فلازم مناعتهم طول الوقت عاليه. عندي داخل ألب مالتي فيت الكالسيوم. الله. الكالسيوم انا ما خدتش بالي من الكالسيوم. الكالسيوم موجود بنسبه حلوة. رائع. 70 فقط. هو الطبيعي المفروض يبقى ايه دي؟ 1000. البالغين 1000. اوكي. الست الحامل 1200. المونوبوز السن ما بعد انقطاع الدوره 1200. والستات الكبار اكيد 1200. الحلو في ألب مالتي فيت انه داعم للكالسيوم ب 70 ملي جرام. ليه 70 ملي جرام؟ لان احنا بنقول ان هذا المكمل الغذائي بيتاخد يومي. فما ينفعش نعلي نسبه الكالسيوم. بيبقى له تاثير في اماكن اخرى طبعًا. في الجسم. ف 70 مع الالبان والجبن والحاجات اللي فيها الكالسيوم. كويس. لان الجسم لا يصنع الكالسيوم. الجسم ما بيصنعش كالسيوم، محتاجين انتاج كالسيوم. صحيح. فألب مالتي فيت الحقيقه نسبه التركيز بتاع الكالسيوم رائعه. طب قولي لي بقى دلوقتي، انت بتقولي وموجود في كل الصيدليات والارقام دي تتواصل فيها الاقرب ليهم عشان اصدقائنا اللي في المحافظات. محافظات طبعا. احنا المنتج لما بينزل في صيدليه ينفع اي منتج ينزل صيدليه؟ يعني المستورد مثلا ملوش اوراق، ملوش يعني. انا دايما ليه بفهم منك؟ عشان احنا بنشوف حاجات على السوشيال ميديا، حاجات كتير وعلى اكونتس كده، بنبقى عايزين نجرب يعني كلنا. بس اقصد يعني هل فعلا ده رول؟ انا ما بحبش ينزل اجرب صيدليه الا لما بيكون ليه ورق طبعًا. وتمام طبعا. ما حدش يعني انا مش بعمم ان كل الناس اللي على الفيسبوك وحشين، بس انا ما اقدرش اقول ايه الحلو وايه الوحش.
ما اقدرش، انا ما احبش ان انا اخد مصدر الحاجه دي مدعمه منين او مين اللي فقط. ده مهم، وده كلام السيد نقيب الصيادله الدكتور. أيوة. نقيب الصيادله قال لك ايه؟ كان بيتكلم في برنامج قال لك اي مكمل غذائي اي دواء وات ايفر لما نيجي ناخده بناخده من الصيدليه. يعني ايه صيدليه؟ يعني اوراقه سليمه مرخص واخد مترخص. وبطمن كل الساده المشاهدين ان الف مالتي فيت احنا شايفين ترخيصه على الشاشه. أيوة. من هيئه سلامه الغذاء. فمرخص من الجهه المختصه، يعني معنى كده انه نزل على تستات وتجرب كتير، وان هيئه سلامه الغذاء ادت لنا التصريح ان احنا نقدر نبيعه. تمام. فده امان لكل الناس اللي بتتفرج عليا ان هي عارفه ان الف مالتي فيت مرخص والترخيص قدام كل الساده المشاهدين بكل امان، بلس انه مكتوب انه متوفر بالصيدليات. معنى انه متوفر بالصيدليات انه خلاص حتى الترخيص ده موجود، اي صيدليه شافته قبل ما تحطه على الرف عندها اكيد. فاكيد بليز ما حدش يجرب حاجه على صحته لان الصحه لا مش محتاجه. صحيح. طب هسال بقى حاجه دلوقتي، انت قلتي هما ثلاث شرايط، الشريط فيه 10 كبسوله. يكفي قد ايه؟ هيكفي شهر. يعني هو احنا ناخد واحده كبسولة واحدة في اليوم. هيكفي شهر. العبوة سعرها رائع، مناسبة لكل بيت مصري بلا استثناء. الغني هيقدر يشتريه، والمتوسط هيقدر يشتريه، والفقير هيقدر يشتريه. طب السؤال بقى دلوقتي هو للأعمار يبدأ منين؟ والأعمار وبعدين نسأل على أصحاب الأمراض المزمنة اللي ممكن يبقى عندهم أمراض مزمنة، هل عادي يتعاملوا معاه؟ ألب مالتي فيت بيتاخد من سنة 14 سنة، مفيش أي مشكلة. كويس. أصحاب الأمراض المزمنة سواء سكر سواء قلب كوليسترول، ما عنديش أي مشكلة في ألب مالتي فيت، بالعكس. مفيهوش يعني حاجة فيتامين إي مضاد للالتهاب، أنتي أوكسيدنت، فيتامين سي أنتي أوكسيدنت، فأوريدي بيعمل على عدم أكسدة الدهون الضارة ألب مالتي فيت، لكن ليس علاج للكوليسترول. برضو عشان الناس تبقى فاهمة الوضع. لكن هل هو يتعارض مع أي دواء؟ هو مفيهوش أي مادة فعالة يتعارض مع أي دواء أصحاب الأمراض المزمنة بتاخده، ويقدروا لو حبوا يستشيروا الطبيب مفيش مشكلة. أوكي. مريض السكر أكيد الدكتور بيدعمه بفيتامين بي كومبلكس، أقدر أقول له إن ألب مالتي فيت دخله فيتامين بي كومبلكس العائلة كاملة. الكونسرن بتاعي البسيط جدا ان هم ممكن اصحاب الامراض الكلى او امراض الكبد يستشيروا الطبيب في اي حاجه بياخدوها، مش بس فيتامين، او حتى الاكل والشرب بيبقى برضو الدكتور بيقول لهم الاكل الاحسن ايه، الاكل مش احسن ايه، واتقفل. لكن كل الناس التانيين يقدروا يستخدموا ألب مالتي فيت بطريقه امنه جدا. وعلى الشاشه دلوقتي المميزات اكيد بتاعه هذا المنتج المرخص من هيئه سلامه الغذاء، ألب مالتي فيت. اوكي. هو يعني اعلى في التركيز في الزنك. ده الاعلى. تركيز زنك يعني مناعه يعني طاقه، ذكوره يعني بيحسن الخصوبه بشكل ما، وليس علاج لعقم عند الرجل. بشره طبعا. يعني ايه بشره؟ يعني هو اوريدي في فيتامين اي، في فيتامين سي، واحنا عارفين ان كل الحاجات دي دعامه جدا للبشرة. وفي فيتامين بي للترطيب كمان. الله. فانت وانس انك رطبتي هتاخري جدا ظهور الفاين لاينز والتجاعيد. الشعر لانه يحتوي على الفوليك اسيد، يحتوي على الزنك، يحتوي على النحاس، يحتوي على البيوتين. نقول للست اللي حامل لما بتاخد في اول الحمل بيبقى طول فتره الحمل شعرها رائع، وشعرنا بيتقل وشعرنا بيبقى جميل. بالظبط. لازم الست الحامل تاخد فيتامينز عشان ما تتاثرش، وبالذات الكالسيوم بقى، عشان هي وهي حامل البيبي هياخد الفيتامينز اللي هي اللي هو عايزه. مش هيهمه ان هي ما عندهاش مخزون للفيتامين. لو سحب منها الكالسيوم قوي هيحصل لها مشاكل كبيره جدا في العظم. فلازم اي سيده حامل تستشير الدكتور بتاعها ازاي تقدر تاخد الفيتامينز. اكيد بدا عاملها ألب مالتي فيت امن. تقدر تسال الدكتور هل هي محتاجه اكسترا سبلمنت كالسيوم مع ألب مالتي فيت وقت الحمل، وبعد بعد ما بتولد بتاخد بتكمل على ألب مالتي فيت. ده هايل جدا. طب وما بعد بقى، بعد الولاده تقدر تتعامل مع الفيتامين عادي؟ عارفه يا عظيمه، يعني يمكن السيدات اللي هم اللي بترضع يقول لك خلاص انا خلصت وولدت مش هاخد فيتامينات. بالعكس. دي مقوله خاطئه. لازم فوليك اسيد. الفوليك اسيد كمان بيدعم صحتها النفسيه. احيانا السيدات الحوامل بعض منهم بيجي لهم اكتئاب ما بعد الولاده. صحيح. لازم تدعم الصحه النفسيه بتاعتها، الفوليك اسيد بيعمل ده. محتاجه اوميجا، محتاجة أوميجا، يا إما تاكل أسماك دهنية يا إما عندنا حاجات محترمة في السوق فيها أوميجا. الدكتور برضو اللي بيقول لها اللي بيرشح لها الفيتامينز اللي هي محتاجاها. بقول لها إن ألب مالتي فيت رائع لأنه فيه فيتامين بي كومبلكس، فيه فيتامين سي، فيه كالسيوم مهم جدا ليها، فيه زنك وفيه نحاس. طب أنا لما هاخد ألب مالتي فيت ده
امشي عليه فتره قد ايه، وهل لازم اوقفه زي باقي الفيتامينز او المكملات الغذائيه اللي بتساعد؟ عشان في حاجات لازم نوقفها ما اقدرش استخدمها مثلا لفتره طويله. فقولي لنا برده الحته دي. الالب مالتي فيت ما فيش مشكله ان انا بستخدمه، اولا التركيزات بتاعته امنه ومصرح بيها، وهو مكمل غذائي وليس علاج لاي مشكله. فانا ما عنديش مشكله ان انا اكمل بيه، بلس ان معظم الفيتامينز اللي فيه ووتر سوليبل، يعني الاكسيد منه بينزل عن طريق البول، لكن هو مش هيحصل اكسيد لان التراكيز اللي موجوده اقل من المطلوب. انا محتاجه ادعم كمان بالاكل الصحي. كويس جدا. طيب عندنا بقى اسئله لبعض اصدقائنا يعني عايزين نجاوب عليها، عشان برضو في الكنترول سالني كذا سؤال. طيب ظهور البقع البيضاء لما بتظهر هنا في الضوافر، ده بيدل فعلا على نقص فيتامين زي ما بنسمع كنا زمان؟ ايه ده، بصي ضوافرك انت عندك نقص فيتامين، يا ترى يبقى فيتامين ايه؟ ولو ده حقيقه يعني ما دام ما عنديش عدوى فطريه او حاجه، برضو برجع اقول عشان برضو بنرجع نستشير الدكتور بتاعي، اقدر اقول وقتها ان ممكن يبقى نقص كالسيوم. كالسيوم وممكن زنك، لكن هو بيبقى مين لي كالسيوم. طيب طيب التئام الجروح بقى. مثلا انا اتعورت، كنا زمان الاول انت عارفه كنا صغيرين، الواحد ياخد تاني يوم تلاقيه عمل قشره، ويعني ما شاء الله علينا كنا فريره. دلوقتي ممكن بتاخد وقت شويه، هل لو هي بتاخد وقت بيبقى ليها علاقه بحاجات معينه، ولا ممكن يبقى برضو بنقص فيتامين؟ بيبقى ممكن يبقى نقص فيتامين سي، وكمان بيبقى ليها علاقه. يعني انا لازم اطمن على سيوله الدم عندي واستشير الطبيب بتاعي، واطمن على مستوى السكر، لان السكر لما بيرتفع وبخش ببقى دايابيتك اكيد السيوله عندي بتبقى عاليه. فلازم برضو اطمن على نفسي، لو انا الدنيا تمام ممكن وقتها اقول انه نقص فيتامين سي. فيتامين سي بيساعد جدا على التئام الجروح. هايل. طيب الكدمات بقى، ساعة ننام ونصحى نلاقي كدمه كده ما بتبقيش عارفه هي ايه، او لو لا قدر الله حد فينا اتخبط، يعني وقتها بتبقاش باينه قوي. أيوة بس صح. بعد كده بتاخد وقت عقبال ما بتروح، كانت الاول بتاخد لها يومين ثلاثه وبتروح. ممكن مدام لو ما عنديش برضو ارجع اقول مشكله في الدوره الدمويه، باخد الب مالتي فيت فيتامين سي، رائع لمقاومه هذه الكدمات. طب السؤال بقى دلوقتي، فيتامين سي فعلا للولاد الصغيرين، انا يعني ده دايما الدكتور يقول ايه، لازم نديهم مع الحديد فيتامين سي. طبعا بيبقى الفتره كده، حتى بيدعموا فيتامين سي اكتر فترات الشتاء. طبعا بس انا شايفه احنا ك يعني ناس عاقله بالغه سليمه بناخد المفروض جرعتنا قد ايه من فيتامين سي؟ فيتامين سي انت عندك لغايه 1000 ميلي جرام، ما فيش مشكله. يعني انا لو باخده كده وانا شايفه ان انا كويسه وتمام والحمد لله ما عنديش مشكله، اقدر اخد في الالف مالتي فيت اللي فيه 500 بس، طالما ماشي عليه كل يوم. هو ده بقى، هي قصة كمان في قلب مالتي فيت مستو في تركيزه. فانت عندك 500 ميلي جرام فقط، فتقدري تمشي عليه ما عنديش اي مشكلة، وتاكلي سلطات. طبعا فيتامين سي موجود في البرتقال، انت على طول بتشوفي اول ما يجي لنا برد على طول. والليمون وعلى فكره موجود في الطماطم، طماطم موجود في الكريز. بس هي الصوديوم فيها نسبته عاليه شويه. موجود في الكيوي قوي. الكيوي رائع. الكيوي رائع والجوافه. الجوافه دي رائعه برضه. طبعا طبعا. فاقدر اخد الب مالتي فيت لانه فيه 500 ملي جرام، تركيز حلو كمناعه. مش قليل. استمر عليها. مش قليل طبعا خالص. في نفس الوقت ما بخافش ان انا اخده يوميا لايف تايم. فهمت جدا. طيب في ناس بقى دلوقتي اصدقاء لينا بيقولوا ايه، ساعات قشره الشعر بتظهر كده بتبقى بدون مقدمات، يعني ممكن يبقى شعرها دهني وبتغسل شعرها كويس وكل حاجه، بس ساعات تظهر القشره دي بجد ممكن تبقى مؤشر ان في نقص فيتامين. ممكن ساعات بتبقى فطريات او وات ايفر، واحيانا بتبقى نقص فيتامين د، نقص فيتامين بي كمان ممكن يؤدي. ده اللي يسبب قشره؟ ممكن طبعا. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. بس انا عارفه انه ده بقى لازم نعمل التحليل، لانه ده بالذات شائك صح. يعني كتره ما بيبقاش كويس. بس الحقيقه بيبقى لينا نسب على حسب العمر والنسبه بتاعتنا اللي ناقصه عندنا. بس الحقيقه ما اعتقدش ان احنا فينا واحده كست لو عملت دلوقتي تحليل فيتامين د هيطلع عندها نقص فيتامين د. انا على طول طبعا يعني كل الفتره بروح اطمن النسبه بقت هي ولا قلت ولا زادت. وتلاقي طول الوقت بناخد سبلمنت في فيتامين د حتى لو لفتره بالوقت. بس ده الدكتور حدده بقى بنسبه. الدكتور كل واحد على حسب النقص عنده قد ايه بالظبط. بس احنا معظمنا كستات ما بنحبش حتى نتعرض للشمس، ما بقاش في حد يدينا. الحياة بقت فبتلاقي عندنا نقص في فيتامين د. انا شخصيا لسه عايزاه، لقيت عندي نقص، باخد بتركيز كبير دلوقتي ده مهم. فيتامين د بس ده مهم جدا. فيتامين د مهم للصحه وللمناعه وللمود والوقايه من حاجات كتيره جدا. طبعا فيتامين د مهم قوي اكيد. والصداع الشديد ده بقى، ده ممكن بجد يبقى كده ولا الصداع الشديد؟ اصل بيجي الاطفال، اصل اطفال تصدع ليه؟
ما احنا بنديهم كل الاكلات الكويسه، بنديهم فروتس، بنديهم خضروات، وبنديهم كل حاجه. من اسباب يعني ايه طفل يصدع دي، انا مش قادره اصدقها اقسم بالله. لازم اولا ينام كويس، برضو ارجع اقول النوم بيبقى لو بينام كويس ويشرب ميه كويس، لان الجفاف بيعمل صداع. ومهم فيتامين بي 12 اللي هو الكوبالامين. الكوبالامين مهم جدا جدا لتكوين خلايا الدم الحمراء. لو الكوبالامين مش موجود اكيد ممكن يحصل صداع، لان مفيش خلايا حمراء دم كفايه عشان الاكسجين وتوصيل الاكسجين وحاجات كده، فممكن يؤدي الى صداع. ففيتامين بي 12 مهم قوي، بلس النوم كويس، بلس ان انا اشرب ميه كويس جدا، وامتنع او اقلل الحلويات. انا على طول بقول للاطفال الامهات ليهم عامل ان هم مش طول الوقت عشان يسكتوا ابنهم او تسكت بنتها تديها الجيلي والحاجات اللي احنا بنشوفها في السوبر ماركتات. انا بخش والله عظيمه احيانا سوبر ماركت الاقي مثلا ام بنتها بتشتري المحل كله شوكليتس 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 وحاجات كتير. انا ما بقولش انك تحرمي البنت، لا بس اديها بس بمحدود. بالظبط، اديها بمحدود عشان بعد كده لما تكبر. الاطفال لما بنربيهم على حاجه معينه بيكبروا في صحتها في صحتهم بيكبروا عليها. صحيح، دي حقيقه. احنا اتربينا والله تربيه بجد، شابو لاهالينا كلهم والجيل القديم دول، ما فيش منهم ابدا في الدنيا. يعني احنا بنجتهد نبقى زيكم، بس ربنا يقدرنا. طبعا انا طبعا يعني بصي مبسوطه، لانه الاسئله كلها اللي جايه في حياه حياتيه كلنا بنعاني منها، حاجات بتجي لنا كده بس ما بنبقاش مركزين قوي يعني. صح، هي دي فعلا ممكن يبقى، بس عارفه عشان انا جربت وبدات اروح للدكتور والاقي والتحليل يطلع، فبدات احس ان اول ما احس الاحساس ده اقول انا لازم اروح اعمل التحليل فورا، اروح للدكتور واعمل التحليل واشوف الدنيا فيها طبعا إيه؟ لا ما نستناش، ما نستناش يعني، لا ما نطنش. في ناس بتطنش وستات بتطنش، بس ده بيأثر عليها حرام بشكل سلبي جدا. بيأثر اكيد، لكن أكيد. احنا مع الفيتامين ده بجد امان، اقدر يعني اخده طول الوقت، ما عنديش مشكله. ست شهور جدا، الجرعه كبسوله واحده كفايه، ما منكترش على الكبسوله. الجرعه المصرح بيها والمرخص بيها هو كبسوله واحده في اليوم. يمكن لو ست او راجل محتاجين اكتر ده وقتها بتستشير الدكتور. أوكي. وامن جدا، مرخص من هيئه سلامه الغذاء، سعره رائع، موجود في الصيدليات في كل محافظات مصر. انا بشكرك جدا بجد يا دندونه، انت نورتيني وشرفتيني بجد. تسلمي لي، يعني بجد والله بشكرك جدا على وجودك معايا وعلى ردودك على الاسئله بجد بتاعت اصدقائنا. وبشكر حضراتكم الساده المشاهدين على حسن المتابعه لينا فقرتنا، وبشكر ضيفتي اللي شرفتني نورتني النهارده الدكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال. واتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم من هنا الحلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، و السلام عليكم.